برضه عندنا فريق تسويق قوي جدا ما بين وجه البحر وجه الابلي، مغطيين من اول اسكندريه لحد اسوان. دايما عندنا افضل الاصناف المقاومه للامراض اللي بتستجد مع كثره الزراعات الاصناف دي. عندنا طفره احنا بنعملها في السوق في الوقت الحالي باستخدام وتوجيه الماده العضويه السائله. بتكلم مع النبات اللي هو انت محتاج ايه. المزارع الصغير، المزارع هو هدفنا الاول والاخير ان احنا نوصل له المعلومه الصح، مش ان احنا بننزل نبيع وخلاص. عندنا الفدان بيوصل ل 20 طن في البطاطس الصيفي. حرصنا الدائم ان احنا فعلا نمد المزارع بالاصناف اللي تقدر تساعده في التغلب على التغيرات الكبيره. نحاول ان احنا نبقى جوه السوق مختلفين شويه عن باقي زملائنا الموجودين في القطاع. معايير التصدير بقى، النخيل على مستوى العالم بقى طفره في زراعته وفي انتاجه وفي استهلاك التمور. مجموعه اتش ام الاقتصاديه، احنا شغلنا في الاسمده، بنشتغل مع النبات من البذره للحصاد. بفضل الله شغالين في مجالات كتير، باكوره الانتاج بتاعتنا مجال البذره. ما شاء الله حاجه تشرف، النتائج ما شاء الله مبهره. قدر المستطاع بنحاول ان احنا نكون اكتر حد واقف جنب. كل هذا في برنامج الثمره مع عز النوبي.